ما أسباب تحصيل لذة العبادة التي كان يجدها من أمثال ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ يعني أول شيء أن الإنسان يستشعر يعني محبة الله في قلبه. إنسان إذا أحب الله تبارك أحب عبادته واستشعر الراحة والطمأنينة عند ذلك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكلما صار الإنسان محبا لله أكثر، فاسأل الله دائما، قل اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ادعو الله دائما أن يحببك في فعل الطاعات. اللهم اجعلنا وإياكم كذلك.